قبل ما نبداو الفيديو ديالنا الخوت، بغيت نقول لكم كاينه واحد لابليكاسيون اللي زوينه بزاف اللي تقدر تحكم فيها على قبل الوليدات ديالكم. هاد لابليكاسيون دي سميتها فامي سيف، اللي تقدر تلقاها في الاب ستور او البلاي ستور. من بعد ما كتشارجيها كيطلعوا لك باش دير ساين اب. من بعد ساين اب كيطلعوا لك هاد تو ديفايسز اللي هي بارنتس اور كيدز، اللي هي الوالدين او الاطفال. انت اكيد كتختار بارنتس كوالد. يمكن لك تحكم في الابن ديالك او الابنه ديالك واخا هو ما كاينش معاك. بحال مثلا كنديروا لوكيشن هيستوري. هاد لوكيشن هيستوري كتعرف الولد ديالك فين كان النهار كامل، يعني كتاخذ تليفون ديالك كتدخل حيت كتكون مدخل تليفون ديالو عندك، كتشوف فين كان النهار كامل. اولا كدير ريل تايم لوكيشن. ريل تايم لوكيشن اخوت اللي هي تقدر في هذيك اللحظه تشوف ولدك فين كاين. مثلا قال لك انا غادي للمدرسه، كتقول انا غادي ندخل تليفون عندي وكتشوف واش فعلا كاين في المدرسه اولا لا اولا في قنت اخر. هاد الابليكاسيون دي عاوتاني حاجه اخرى يمكن لك ديرها، وهي كتحكم في المواقع، مثلا باد ويب سايتس اور باد ادز اور باد ابس. اللي هما شنو هما؟ مثلا شي موقع خايب ما كتبغيش ولدك يشوفه، يمكن لك تحكم فيه ما يبقاش يطلعوا المواقع الخايبين، اولا لي زابليكاسيون الخايبين، اولا التصاور الخايبين، اولا فيديوهات خايبين. ومع ذلك يمكن لك دير حتى الكلمات ديالك الخاصين اللي يقدر يكليكي عليهم ما يدخلوش ليه، اللي هي سيف سيرش. تقدر تكتب شي كلمات بوحدك، اولا تقدر دير عاوتاني مثلا تحقق الوقت. الوقت تعطي مثلا لولدك او لبنتك، كتعطيهم تليفون كيجي واحد الوقت اللي كطفى التليفون كيطفى. هاد الابليكاسيون هادي زوينه كيف قلت لكم، فيها دابا حاليا راه 3 دايز فري تريال. تقدر تشارجيها تشوف هذوك 3 ايام اللي فابور وتشوف كيف دايره الخدمه ديالها، اللي هي زوينه بزاف صراحه. وتقدر تعرف ولدك او لبنتك فين كاينين في ديك اللحظه، وحتى المواقع الخايبات خايبين ما كيدخلوش ليهم. هذا ما كان اخوت. الا بغيتوا اي انفورميشن في الديسكريبشن ان شاء الله، اولا في كومونتير راه غادي يديكم ديريكت اللينك، كليكيو عليه وغادي يديكم لابليكاسيون ان شاء الله. هذا ما كان، كمل الفيديو ديالنا. السلام عليكم اخوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في الفيديو هذا. كيف كتشوفوا اليوم راه كاينين عند دار والدي لويز، جينا عندهم على اساس باش ان شاء الله نمشيو نزورو جدود لويز، لحقاش من بعد ما داروا اللقاح ديال الكورونا كان اثر عليهم بزاف بزاف بزاف. جدها كان اثر عليه، ولكن جدها كان اثر عليها بزاف واحد الدرجه ما كتصورش، اللي خلاتها تنعس في السبيطار 3 ايام. مده ديال 3 ايام والزياره ممنوعه، راكم عارفين مع هذا الفيروس هذا الشيء اللي كاين دابا حاليا وبعد كورونا الجديده اللي كاينه في بريطانيا، ممنوع الزياره وتقريبا جميع البلدان يعني ما كاينينش الزياره في السبيطارات. كانت نعسات تقريبا 3 ايام، عذباتها بزاف، كانت كتسحب راسها غادي تموت الله يسر. وهادشي انا كنقول لكم ماشي على اساس كنحرضكم باش ما ديروش داك البراوله، لا هو راه فيه واحد التاثير على شي ناس ما كيكونش كيتوافق معاهم، راه كاين واحد التاثير، ولكن الواحد ما عنده منه شي خاب ان شاء الله راه بخير. يعني هاد التاثيرات هذه كتجي غير في حاله، غير يعني معظم الحالات، ماشي بزاف اللي كيجي عندهم هاد التاثير السلبي اللي كيخرج من بعد. لهذا جينا دابا باش نزوروها، راه بخير دابا الحمد لله. ما نقدرش نصورها لكم الخوت، لحقاش راه غادي نمشيو عنده وغادي نشوفوها، لحقاش راه في واحد الحاله ما تخلينيش نصورها. ودابا حاليا راه بخير الحمد لله، ومع ذلك داروا ليها التيست ديال باش يشوفوا واش فيها شي فيروس ولا شي حاجه الله يسر. التيست خرج سلبي، ما فيه حتى شي حاجه، ما كاين والو الحمد لله. ودابا حاليا غادي نمشيو عندهم وغادي نشوفوهم، ومن بعد غادي نشوف الا قدرت نصور لكم تما وصافي. بعدا باش نوريها لكم ولا شي حاجه ما غاديش نصورها، احتراما هي راه كتصور معايا في فيديوهات شحال من خطره راكم شفتوها وتجدها حتى هو راكم شفتوه شحال من خطره، ولكن احتراما للظروف هذه ما نقدرش نصورها. لهذا دابا غادي نمشيو عندهم ان شاء الله ونشوف شنو غادي يكون تما من بعد. المهم قال لي جد لويز، قال لي طلع عندي الاوفيس ديالي. شو كيرجعتو شو عشي كيرجع ولا عامر كم يا لويز. المهم غادي نبداو معاكم بالاول. هادو كاميرات هادو قدام، هادو ملي عجبوني هادو صراحه. هاد قال لي مسكين، قال لي ملي نموت خذهم مسكين الله يحفظك. هادو كاميرات قدام كيف كتشوفوهم قدام بزاف. اما اخرين هادو هو اللي كيرسمهم، هو اللي كيصايبهم. هادو وولف يعني ديب شيه، هادو هو اللي رسمهم تبارك الله عرفتي معليش. بحال دابا هادا هما موجد هاد الحجر، هادا موجد هاد الحجر شاش رسم فيهم. هادا سكوبي اللي عرفتو اللي عند العائلة ديال لويز، والدي لويز سكوبي رسمو عرفتي رسمو هو سبحان الله بيبي ديالي. وهادا رسمو حتى هو. تخيلوا معايا الخوت، هادو هاد الكمال جات هادو
عرفتي الحاله ديالهم كانت عرفتي ما تشوفش فيهم ما تاخذهم حتى بجد درهم والله ما تشريهم حتى بجد درهم. You remember them with how they were very bad before. وهو اللي صايب شي كرجعهم صدغهم وقادهم ولا واعر هاد كمان جات هادو هادي حتى هي. المهم هذا حتى هو كان لافي رايت هو اللي remember how it was before. عرفتي صايبو تا هو هاد الكيتار تا هو صايبو كلهم هادو شراهم تقريبا واحد شحال ما كاملش 160 ريال ما كاملش يعني باوند واحد ما كاملش. لسه لسه الوقت فاش فكراتكم هادي الخوت القطار متجه نحو الرباط سلا مدينة مراكش. كم 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 اوكي ويت ستوب سبعة سبعة الخوت انا ما كعرفش نقول خصنا نحفظ لك سكريبت اللي كيقول مات. سيداتي وسادتي القطار متجه نحو رباط سلا قريطرة على الساعة الرابعة ونصف. لا لا بلاش بلاش سيداتي وسادتي القطار المتجه نحو مراكش أكادير سيتجه لا صح خاص العرض هذيك اللي كيقول خاص العرض خاص العرض شنو كيقول نسيت عليها هادي أمير اللي كان صيباتها. هاك 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 الخوت هاك حد اللعيبات هادوك نيولوك ملاسي هو راه قال لي قلب كل شيء راه عطاني الحق باش نشوف هادشي كامل شا وراهم هاد الماكان شحال ديال الماكانات الخوت هادشي ديال جيمس بوند الباليزات ديال الماكانات تا هادي ديال الماكانات هي فيها هاهم تا هادو ثلاثة فيها غير الساعات زائد هاهم جوج أخرين حتى هما ديال الساعة شحال ديال الساعات عندو تخيلوا الدور دور هذيك هذي عجباتني هذي هذيك تعجبني ايوا اشنو درت بلاتي بلاتي كيف فوكس اس باتريز اي نو باش نبقى مهزوزه في السماء واحد حاجه الخوت ايوا الشاو ديال واحد حاجه الخوت هادشي كامل اللي عنده هنايا الماكان الساعات وداكشي مسكين كيقول لي واحد حاجه معنى كيعجبني الحاجه القديمه وداكشي قال لي هادشي كامل اللي عنده قال لي راه في سميتي انا مسكين شوف سبحان الله قال لك نهار يموت الله يحفظه مسكين الله يطول ليه في عمره قال لك هي نهار يموت نهز هادشي كامل اللي كتبوا لي في سميتي يعني شوف مسكين بزاف صراحه هادي is that his uncle or his father his uncle هذا عم جدة لويس كان مع الملك ديال بريطانيا راه ما عرفتش شنو الملك is that the king I don't know which one it is I don't know what is the king I don't know either is that him yeah I think so maybe. I don't know I yeah, don't maybe know maybe this one is the king المهم هذه تصوره مع هذا العم ديال جدة لويس ديال جدة لويس مصور مع الملك ديال بريطانيا ملك قديم is that the queen's uncle I don't know you're gonna have to ask him yeah. And that's his father's medals. هذا الميدالية ديال باه يعني با جد لويس الميدالية ديالو هذا با جد لويس وهذا هو هذا باه وهذه امه هذا والدين جدود والدين جد لويس والدين هذا ملي كان في الحرب تا هو مسكين هنايا والمسائل هذا الطربوش ديالو مسكين ما فرطش فيه هادي واش ديال تونس ولا ديال فاس ما عرفتش منين جابو المهم هادشي اللي قال لي مسكين شو سبحان الله العظيم قال لي هادشي كامل ديالك قال لي هادشي كامل ديالك قال لك يا خوذو كامل الله يطول ليه في عمره مسكين حنا ما غاديش نطبعوا ليه في هادشي هذا ولا انا اللي بغيت نعرف شحال ديال الماكن عنده شو ديال ديسكان شحال ديال الماكن هذا تبارك الله يعني كيف كتشوفوا هنا جوج هاد سامسونات الله يشحالهم بحال هكا المهم وعاد هنا كاينين ثلاثه اخرين عامرين المهم هادشي اللي كاين اخوت انا اللي مسكين دابا كبر داكشي الوقت ديالو كيعمرو غير في هادشي كيبدا يخرج برا كيدبر على التيموم كيجمعو كيجمع بزاف كيجير يرسم هادشي هذا كيف كتشوف الصراحه واعر واعر معليش والله كيف كتشوف عرفتي تبارك الله يا سلام شو هذا الديب هذا كيف كيبان سبايدر از جود از ويل يا سبايدر سوال هذا مسر صراحة معليش ولكن هذه اللي هو نيس هذاك الكلب ديال اللي عند والد لويس هو تماما سكوبي وما كنت تشوفهم هذا شراهم تما باش يديرهم بحال هادو
المربعين عام. سكوبي دو. هذا الشيء اللي كاين الخوت. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. هذا اخو مسكين اللي مات مؤخرا. هذا اللي مات درويش الله يعمره، دارك تعز عليه هو درويش بزاف. درويش هو الله مات مؤخرا قبل الكونسير. وهذو والديه ماما شو دم باسيز مام ناسيز his mum's brother. اه هذه مو مت جد لويز، وهذا خاله. And that's his mum and dad there. آه هادو مواليدي هام هاد. I can't remember that. ساكن تما ماتوا. اش كيشبه لي بزاف، وهو هذا فعل، وهذا جد لويز. باقي صغير انا شوية، وهذا خو اللي مات اللي قلت لكم. المهم هذا الاخر ديالنا الخوت، شكرا لكم بزاف، تلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. السلام عليكم.